وصار فيها لابد من المشاكل، لابد من المشاكل، وهذه المشاكل هذه من الأزمات التي تعصف بكثير من الأسر. أنا نميز ما بين المشاكل ما بين الأزمات، غتجي فيما بعد هذه النقطة هذه. كاين أغلب الخطورة، خطورة علاج المشاكل الوهمية، فيها تبذير للطاقة وتبذير للأموال وفقدان العلاقات. إذن في تبذير للطاقة أنك تعالج مشكلا غير موجود، ورا كثير من الناس يعيشون في مشاكل وهمية. ملي كتجي كتلقى بأن المشكل الحقيقي داخل الأسرة ماشي هو هذا، كاين شي حاجة أخرى. فمعالجة المشكل الوهمي كما قلت كيؤدي فعلا إلى أن الإنسان كيبذل واحد الجهد كبير، واحد الطاقة كبيرة، وهو يظن بأنه في يعالج مشكلا حقيقيا. ملي كيكون مشكل داخل الأسرة كاين مسائل، كاين مناهج. أي مشكل كيف ما كان عنده سبعة ديال المراحل للحل، سبعة مراحل. المرحلة الأولى هي الاستعداد النفسي، وكنقصد بالاستعداد النفسي هو أن يعتقد الإنسان أنه أكبر من المشكل، وأن الأسرة ستتجاوز هذا المشكل كيفما كان، كيفما كان. المسألة الثانية وهي تحديد المشكل، شنو هو المشكل بالضبط. لأنه هنا كنخرجوا من أزمة علاج المشاكل الوهمية، شنو هو المشكل بالضبط. وحينما نحدد المشكل بعد أن اعتقدنا بأننا سنتغلب على المشكل، لأن هذه العقيدة مهمة في الأولى، هي المفتاح. لأنك إذا كنت أمام مشكل وأنت تعتقد بأنك لا تستطيع الحل، لا تستطيع الحل. لهذا دائما ملي كيكون قدامك مشكل لابد أن تعتقد بأنك أكبر منه. وأنا كنتكلم دائما مع إخواني الطلبة في المسألة هذه، كنقول لهم شوف، تخيل نفسك في حالة، أعطوك جوج ديال الشخصيات في حالة صراع، شخصية ديال القط وشخصية ديال الأسد، وغادي تصارعوا بيناتهم، وانت غادي تقمص شخصية من هذه الشخصيات، أشنو غتختار؟ طبعا كل شيء يختار الأسد عمليا. علاش؟ لأن إذا اختار شخصية الأسد سيتغلب على القط. كنتخيلوا بأن هذاك أنت واحد والآخر مشكل. طيب، وإلا اختار القط طبعا سيغلب الأسد. فلهذا هذا نفس المشكل بمعنى أنك إذا اخترت كتختار شخصية الأسد يصبح المشكل قطا صغيرا تستطيع أن تتغلب عليه. وهذا المعتقد مهم وأساسي في بداية حل أي مشكلة. ملي كتعزل، وللأسف الشديد أن كثير من الناس يختاروا شخصية القط، ويتحول المشكل إلى أسد فيغلب في المعركة. فلهذا أنت لديك كامل الاختيار، طبعا العاقل هو الذي يختار القوة. فلهذا لابد من الاستعداد النفسي. ثانيا تحديد المشكلة، شنو هي المشكلة بالضبط. ثالثا ما هي الأسباب التي أفرزت المشكلة. كنكتبوا هذه الأسباب هذه 1 2 3 4 5 6 7. لماذا؟ لأن معرفة الأسباب يعالج المشكل جدريا، ما كيبقاش مازال يبان هذا المشكل. هذا المرحلة الأخرى هي كتابة الحلول. هنا كنستعمل العصف الذهني وكنذكر جميع الحلول الممكنة. العصف الذهني بمعنى كنقول هذا الحل 2 3 4 5 6، ثم يمكن في هذه الحالة أن نستشير فيما بعضياتنا، ونستشير مع الناس في الخارج. المرحلة الأخرى هي أنك تقوم بفرز، كدير واحد كتعزل، كتشوف الحلول اللي ما صالحاش، وكنعزل واحد مجموعة ديال المشاكل من الحلول، كنختار منها فيما بعد المرحلة الأخرى حل واحد فنقوم بتطبيقه. ملي كنطبقوا هذا الحل هذا على واقعنا،
تجي المرحلة السابعة وهي مثل المرحلة الأولى وهي تحمل المسؤولية، بمعنى أن هذه الحلول هذه التي أنزلتها أتحمل مسؤولية النتائج. ملي كتجي نتيجة ماشي هي هذيك، كنعيد النظر في قائمة الحلول وكنقلب على حل آخر، نقول هذا الحل ماشي هو، وأعيد النظر وأقوم بأي مشكل كيف ما بغى يكون. إذا خضع لهذه العناصر السبعة ما يمكنش يبقى نهائيا، مستحيل، نادرا إلا إن إذا كان في حالة واحدة، وهو أنك لم تقم بالتشخيص الجيد. والتشخيص الجيد يحتاج إلى تفكير موضوعي. التفكير الموضوعي هو فصل الذات عن الموضوع، بمعنى أنك كتشوف الأمور كما هي في الواقع لا كما هي في ذهنك. ماشي كتوصف لي الدماغ ديالك شنو فيه، لا، كتوصف الحقيقة شنو كاين تما. المسألة الأخرى، مهارة أخرى أظن الخامسة، هي إدارة الأزمات. إدارة الأزمات هذا علم مستقل بذاته الآن، وتحتاجه المؤسسات الاقتصادية، أيضا تحتاجه الأسر، ويحتاجه الإنسان، يحتاج أن يتعلم هذا العلم، إدارة الأزمات. أرنولد توينبي صاحب كتاب دراسة في التاريخ، عنده في واحد الكتاب فيه 12 مجلد في التاريخ البشري، لاحظ من خلال سقوط ونهوض الحضارات، لاحظ واحد الظاهرة تاريخية، وهي أن زعيم القبيلة حينما يشعر بتهديد خارجي، يحس بشي تهديد خارجي، أول ما يقوم به هو إعادة تنظيم القبيلة لكي يواجه الخطر الخارجي. لماذا؟ لأنه إذا لم يقم بهذا التنظيم، بإعادة التنظيم، لا يستطيع أن يواجه المخاطر الخارجية. ما توصل إليه توينبي في هذا الباب هذا ينطبق على الفرد، وينطبق على الأسرة، وينطبق على المجتمع، وينطبق على المؤسسات. لهذا أي مؤسسة اقتصادية عندها مشاكل اقتصادية داخل المؤسسة، لكن الشركة مثلا تحتاج أنها إذا بغت فعلا إعادة النهوض، تحتاج إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي ديالها، بمعنى تعرف شنو نقاط القوة، شنو نقاط الضعف، فين كاين المشكل بالضبط، كدير واحد الأوديت كتسمى لهاد المؤسسة هذه، باش كتعاود عاوتاني تنهض من جديد. وإلا ما قامتش بهذا العمل هذا، وهو إصلاح الداخل وإصلاح الخلل الموجود في الداخل، لا تستطيع أن تواجه القبيلة ويخترقها العدو. فلهذا أي أسرة من الأسر تحتاج إلى أن تفهم هذا الدرس جيدا، لأن الأسر تمر بأزمات كما يمر بها الأفراد، وهذه سنة كونية، لأن لا يخلو الإنسان من مشاكل ولا يخلو من الأزمات. وتلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام مر بمشاكل كثيرة وبأزمات كثيرة، ولم تكن حياته عليه الصلاة والسلام حياة سهلة ميسرة، فمنذ الولادة واليتم وما وقع له في بداية الدعوة، وما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في الحصار، وما وقع في الطائف حينما أرسلوا له سفهاءهم، وما وقع في الحصار الاقتصادي، وما وقع في صد، مشاكل كثيرة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير خلق الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا تنتظر أن تكون الحياة مفروشة بالورود، لا بد أن تكون هناك مشاكل، ولا بد أن تكون هناك أزمات. فلهذا نحن الآن في أمس الحاجة إلى أن نتعلم إدارة الأزمات. هذه المسألة هذه باختصار أشنو كنحتاجو حينما نكون في أزمة مشكلة؟ كيخصنا أولا الهدوء، والهدوء هذا الهدوء هذا هو تربية. لهذا ممكن في التعامل ديالنا مع أبنائنا، في التعامل الأسري، خاصنا نتعلموا شيء اسمه الهدوء، بمعنى ملي كتكون العاصفة الإنسان يهدأ، وهذا الهدوء هذا هو الذي يؤدي بك إلى حسن الفهم، بمعنى أنك تفهم الأزمة مش كاين المشكل، عاد كتجي تقوم بالحلول التي تحتاجها
للعلاج وكل القرارات التي ستتخذها، ولا تتسرع في اتخاذ القرار. وهذا موضوع كما قلت، هذا موضوع واسع، وكنشوف بأن الوقت قرب يسالي. إدارة الأزمات إذن من العلوم التي ينبغي أن تدخل في ثقافة الأسر، لأن كتعرض لأزمات اقتصادية، كتعرض لأزمات في العلاقات، كتعرض لأزمات صحية، كتعرض كثير من الأزمات، كثير من المشاكل. فلذا لم يكن أبناء هذه الأسرة مؤهلين، عندهم هذه المهارة هذه في التعامل مع الأزمات، وكيفاش يواجهوا، وكيف سيتخذون القرار الصائب، وكيف أنه قبل اتخاذ القرار لا بد من تنويع الخيارات وتفهم هذا الشيء مزيان. هذه كلها مهارات تحتاج، كل وحدة تحتاج منها فعلا إلى محاضرة خاصة. لماذا؟ لأن هذا علم قائم بذاته الآن، هذا علم قائم بذاته الآن. أختم بمسألة أخرى، وهي الثقافة المالية. كثير من المشاكل اللي كتحدث ما بين